أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 133 شهيداً و 162 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28,473 شهيداً و 68,146 مصاباً. طالبت وزارة الخارجية الصينية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح لمنع حدوث كارثة إنسانية، موضحة أنها تتابع عن كثب وتعارض الأعمال التي تضر بحياة المدنيين وتنتهك القانون الدولي. عرقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خروج القمح والمساعدات التي تم إرسالها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيما أكدت الوكالة ضرورة إيصال المساعدات إلى شعب غزة لوقف المجاعة التي يشهدها القطاع. ثمن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي دور مصر الريادي لوقف العدوان على غزة الذي أثر على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن القاهرة تلعب دورا كبيرا لإرسال المساعدات إلى القطاع ومنع عملية التهجير. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيديتا وشبكة المشرق العالمية الإماراتية، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي. وبموجب الاتفاقية ستقوم شبكة المشرق العالمية بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات وذكاء الأعمال والتدقيق الداخلي وغير من الخدمات المالية والبنكية، وتوفر الاتفاقية 300 فرصة عمل للكوادر المصرية. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21 بمدينة العاشر من رمضان في الفترة من 18 لشهر فبراير 2024 إلى 14 من شهر مارس لعام 2024. وأوضح الجزار أنه تم تخصيص أيام أخرى لمن لم يحضر وتخلف عن الاستلام، وستكون في الفترة من العاشر إلى 14 من مارس القادم.